مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين. في نشرتنا الجوية لهذه الليلة أجواءنا كانت أجواء معتدلة، تفاوتت درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم ما بين 34 إلى 38 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد. متوقع أن تتفاوت درجات الحرارة الصغرى متوقعة في هذه الليلة ما بين 22 إلى 26 درجة مئوية. الرياح بشكل عام في مختلف المناطق رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، متوقع أن تتحول إلى جنوبية شرقية في الساعات القادمة. الأجواء الحالية في مدينة الكويت وضواحيها، السماء غائمة جزئيا، الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، درجة الحرارة الحالية 31 درجة مئوية. الرطوبة النسبية في مدينة الكويت 35%، الرؤية الأفقية جيدة تتجاوز 10 كيلو. مع بداية دخول ساعات صباح الأولى من نهار يوم الغد متوقع أن تتفاوت درجات الحرارة الصغرى من 22 درجة مئوية في المناطق الغربية من دولة الكويت، المناطق الساحلية والجزر متفاوتة ما بين 25 إلى 28 درجة مئوية. تستمريان الرياح المتقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، متوقع أن تتحول إلى رياح جنوبية شرقية أو شمالية غربية خلال يوم غدا خفيفة ومعتدلة السرعة من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة قد تصل إلى 36 درجة مئوية في المناطق الوسطى من دولة الكويت، مدينة الجهرة وضواحيها، كذلك المطلع، أيضا شمال البلاد في مزار العبد ل 36 درجة مئوية، جنوبا في مزار العبد الوفرة 38، المناطق الساحلية والجزر متفاوتة ما بين 30 إلى 36 درجة مئوية. أما بالنسبة للأجواء البحرية المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة بمشيئة الله، أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية، متوقع تراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 أقدام، التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 4:34، موعد شروق الشمس الساعة 5:54، موعد أذان المغرب الساعة 5:11. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا، الرياح بشكل عام باكر عقب باكر، رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة. العظمى متوقعة من 35 إلى 36، الصغرى 25 درجة مئوية. ابتداء من مساء يوم الاثنين وفجر يوم الثلاثاء تتحول الرياح للرياح الجنوبية الشرقية، وتبدأ كميات السحب تزيد تدريجيا مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة في يومي الثلاثة والأربعة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، قد يكون هناك نشاط نسبي في سرعة الرياح، تصل سرعة الرياح إلى 40 كيلومتر في الساعة. يوم الخميس تعاود الرياح الشمالية الغربية وتعاود الأجواء صحو بمشيئة الله. أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة، والآن نعود إلى الزملاء في الاستديو.